مبادرات سياسية ودعوات للتهدئة لم تفلح حتى الآن بكسر طبقة الجليد السميكة التي تحول دون التوصل لحل سياسي يخلص العراق من حالة الجمود التي عطلت المؤسسات التشريعية والتنفيذية. جولة الحوار الوطني الثانية التي يرعاها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عقدت اليوم بمشاركة ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق وقادة الكتل السياسية باستثناء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي أصر على موقفه بالمقاطعة مطالبا أنصاره وأتباعه بالاستمرار في الإصلاح. الحوار الوطني لم يقدم حتى الآن حلولا للأزمة لكنه رسم الخطوط العريضة للحل. المجتمعون قرروا تشكيل فريق فني في مختلف القوى السياسية لوضع الرؤى والأفكار المشتركة حول خارطة الطريق للحل الوطني وتقريب وجهات النظر بالتأكيد، وذلك لبحث الوصول إلى الانتخابات المبكرة وتحقيق متطلباتها بمراجعة قانون الانتخابات وبإعادة النظر في المفوضية العليا للانتخابات. الأطراف السياسية المشاركة في الحوار الوطني أكدت على ضرورة تحمل الجميع لمسؤولية حفظ الاستقرار ودعم جهود التهدئة وتبني الحوار الوطني للتوصل إلى حلول عبر استمرار جلسات الحوار الوطني. كما شدد المشاركون بالحوار الوطني على تفعيل المؤسسات وعلى الاستحقاقات الدستورية وجددوا الدعوة للتيار الصدري للمشاركة في الاجتماعات الفنية والسياسية ولمناقشة كل القضايا الخلافية والتوصل إلى حلول عبر السبل القانونية. هذا وشدد المجتمعون على ضرورة تحقيق الإصلاح في بنية الدولة العراقية ومعالجة أي خلل في إطار العمل السياسي أو الإداري من خلال التشريعات، وكذلك لمناقشة أسس التعديلات الدستورية والتمسك بالخيارات الدستورية في كل مراحل الحوار والحل.